السلام عليكم، هسه راح نبلش شرح شابتر 9 مساحة، إن شاء الله راح يكون هذا آخر شابتر بالمادة غالباً. ما بعرف إذا شابتر 10 أو 11 ممكن يدخلوا، بالعادة كان زمان يدخل شابتر 10 أو 12، واحد بخص لتصحيح الأخطاء، لكن أيام الجامعة وأصلاً حله طويل، فإنه ما أتوقع إنه بالأونلاين في إشي زي هيك، إنه ممكن يجي بالأونلاين أسئلة عليهم، فعشان هيك بدنا نعتمد لحد هسه إنه شابتر 9 آخر شابتر بالمادة. شابتر 9 بحكي لي عن إلكترونيك تنس ميجرمنت. مثل ما تعرفوا بشابتر 7 كان تاليب عادية زي فيتولايت أو ليفل، أجهزة عادية مش إلكترونية كثير، كان بإمكان من خلالها نقيس مسافات أفقية أو مسافات بشكل عام. هسه شابتر 9 بحكي عن أجهزة إلكترونية. أول واحد هو الإلكترونيك تنس ميجرمنت، هذا بقيس، في عنده مكون من قطعتين، بقول لك الإي دي إم إنسترومنت سيلف، هذا ثاني واحدة اللي هي الوود الريفلكتور اللي هي اللي أنا في الثيوتلايت أو شو اسمه هذا الليفل نقيس من الجهاز، كانت الدائرة مثلا هون زي هيك، ومثلا هون عندي العصاية الرود اللي بتكون مقاسة زي هيك، ثلاث واحدة كبيرة واحدة صغيرة وهكذا. هذا إيش الليفل، هون نفس الإشي، هذا الـ EDM في عنده ليزر، في عندي ريفلكتور، هذول بسموهم قيس من خلالهم المسافات، قيس من خلالهم المسافات. كيف تعمل، كيف شغله، بقول لك ولا شيء، بس مشان تقيس مسافة بين أي نقطتين سواء نقطة ليفل أو مش ليفل، حط هاي النقطة A عن النقطة B، حط نقطة A، خلي البريزم اللي هي الريفلكتور عند النقطة B، بعدين الـ ADM بس الموجات طول موجة معينة وبعدد موجات معينة، من خلالها أنا بطلع مثلا المسافة بين هاي النقطة وهاي النقطة. المسافة S، إيش بتساوي المسافة S؟ عدد الموجات، مثلا هاي موجة هاي موجة هاي موجة، طول كل موجة كم تسموها طول الموجة، أخذناها بالكيمياء زمان أو بالفيزياء تو، بس إنه مش راح نشتغل شغلات فيزيائية. فهون بقول لي إذا طول موجات كذا وعدد الموجات كذا احسب المسافة، فبقول لك ببساطة لو بدي احسب المسافة من هون لهون، لاحظ إنه هاي موجة كاملة، موجة كاملة، هاي موجة كاملة، هاي موجة كاملة، موجة كاملة، بس هاي موجة مش كاملة. عشان هيك مثلا هذا السؤال، هذا السؤال يقول احسب S، بقول لك هي عبارة عن N لمدة، N اللي هي عدد الموجات، هاي 1 2 3 4 5 حكون مثلا 5 لمدة زائد ايش، زائد المسافة الصغيرة طول الموجة لآخر موجة last wave، يكون بسمها اسمها L. فعشان هيك بقول لك الديستنس بشكل عام يساوي عدد الموجات number of full waves، الوجباء الموجات الكاملة، زيد عليها length of last incomplete wave اللي هي الموجة اللي قبل الموجة الأخيرة بتكون ناقصة. تمام تمام، فهذا هو المسافة باستعمال EDM. هسه ممكن يكون في عندي خطأ expected error متوقع، الإرر المتوقع هو عبارة عن 3 مليمتر زائد 5 في المسافة، بس المسافة بتعوضها بالكيلومتر، يعني هاي المسافة بتطلعها بالمتر اقسمها على 1000 تطلع لك يا كيلومتر، 5 الكيلومتر زائد 3 مليمتر ايش طلع الجواب. هسه بنحل عليها اكزامبل محلول. توتال ستيشن هو الجهاز هذا، هسه هذا الجهاز راح نحل امثله عليه اخر التشابتر. الجهاز الثاني توتال ستيشن، توتال ستيشن بقيس اكس واي زد، احداثيات اكس واي زد لنقاط مختلفه، يعني انا وظيفتي بالماده كامله كانت اني اي نقطه احسب لها اكس واي وزد، فبالتالي التوتال ستيشن راح يفي بالغرض بديل عن الثيوتولايت وبديل عن الليفل برضه. X, Y, Z بقيسهم التوتال ستيشن، وهذا بناخذه بآخر تجربة باللاب. طبعا برضه التوتال ستيشن في EDM جواته، يعني شامل هذاك. فهسه مشان بالتوتال ستيشن كل مشان احسب الكارتيزيان كوردينيت X, Y, Z مقاسين بدلالة الـ S والألفا والفيرتيكال، الألفا اللي هي الهوريزونتال أنجل قسناها بالثيوتولايت، الفيرتيكال أنجل برضه اللي قسناها بالثيوتولايت، ديستانس اس. هسه هذا الشابتر بالتوتال ستيشن في عندي عده معادلات بدلاله الاس والالفا والفي. طيب كيف بقيس، كيف انا احسب احداثيات نقطه؟ فرضنا انا حطيت الجهاز هون عند نقطه الاصل، بس هسه بالامتحان والاسئله مش راح يكون نقطه الاصل، راح يقول لك مثلا كيف نهايه الشابتر 6 مساحه، كان مثلا نقطه الكوفيد بوينت مكان ما انا حاطط الثيوتولايت مثلا موجودة 1000 نورث 1250 ايست وهكذا. هون نفس الاشي بقول لك النقطة مثلا 1000 نورث 1250 ايست، تكون نقطة هون فعليا نقطة الاصل ما قالش فيها.
إذا هي نقطة الأصل، فرضا الستيشن هون، توتال ستيشن هون نسموه ستيشن. النقطة اللي بدي أحسب ارتفاعاتها، بدي أحسب الـ X والـ Y والـ Z إلها. شو بعمل أنا؟ عندي أول شيء هاي المسافة S، المسافة هذا الوتر هو الـ S اللي أنا بقيسها من الـ EDM، هي N لامدا زائد L لسمول. تمام، هسا الـ Distance، horizontal distance اللي هي هاي. تمام، هسا من الثيتو لايت كنا نعرف إنه الـ horizontal angle تكون هي هاي متممة لها. هسا هون حسب مشان اشتقاق القوانين، هاي هي الـ horizontal angle، هي بين خط منقط محور النورث، هاي هي horizontal angle، هاي اللي أنا بكتب الثيتو لايت horizontal reading. حسب فيس ليفت وفيس رايت ومن هالسوالف. فإذا ألفا مش معي بدي أرجع لشابتر 5 أحسب فيس ليفت والفيس رايت واستعمل القوانين وننتبه إنه الليفت أكبر من الرايت، الرايت أكبر من الليفت وهكذا. الفيرتيكال أنجل بتكون دائما بين الخط هذا، هاي هي الفيرتيكال أنجل، ما إحنا هذا الإشي عارفينه. هاي هورزنتال بتكون الفيرتيكال، بتكون إشي بتخص الارتفاعات، أي إشي بتحسب له الارتفاعات الفيرتيكال أنجل، أي إشي بتحسب له زوايا قياس بتكون الهورزنتال أنجل. عندي الفي وعندي الالفا. هسه كيف بدي احلل؟ كيف بدي اوجد احداثيات النقاط؟ الاستاتيك، نرجع شوي للاستاتيك، انه هذا الخط الاسود الخط المنقط هو اسقاط الخط الاسود، الخط المنقط اللي تحت هذا الخط، هذا هو اسقاط مسافه محور مثلا اكس واي او محور نورث ايست. تمام، فبالتالي لما تكون الزاويه، هذا الشيء بالاستاتيك، لما تكون الزاويه بين القوة أو يعني الخط هذا والمسقط، تكون الإسقاط إلى كوساين الزاوية محور زد مركبة على زد بتكون ساين. بالتالي ارتفاع النقطة زد شو بدها تساوي؟ أس ساين الفيرتيكال أنجل. ليش؟ أنه دائما إذا كانت الزاوية بين خط نظر وبين القوة مسقطها على محور إكس واي، الزد بتاخد ساين، والزد فتحة هي الدي فعليا هون بسميها عبارة عن S كوساين فيرتيكال. فهيك أنا أوجدت احداثيات النقطة Z، أوجدت إسقاطه على محور X. طيب ليش أوجدت إسقاطه على محور X؟ مشان هسه لما بدي أحسب الـ East أوجد احداثيات على محور الـ East، شو بدي تساوي احداثيات على محور الـ East؟ هي S كوساين V هذا ستاتيك. في إيش؟ الـ horizontal angle عندي أنا عن هذا المحور، فبالتالي هاد كوساين كوساين الـ horizontal angle ساين هورزنتال انجل. فبالتالي النورث بدها تساوي اس كوساين في في ايش؟ في كوساين هورزنتال انجل. يعني قبل الامتحان فرضا جاب لك هاي الرسمه، قال لك هاي هي الهورزنتال، هي الهورزنتال، فبالتالي الايست راح تاخذ كوساين الفا والنورث راح تاخذ ساين الفا. ستاتيك، مش عارف هذا الشيء، يرجع لشابتر 2 ستاتيك 3 دي، تذكر هذا الشيء كلياته. الإسقاط القوة تكون هي كوساين، إذا كان معطيني الزاوية بين القوة والمسقط فهي بتكون الفيرتيكال أنجل. مستحيل يعطيك الفيرتيكال أنجل، هاي منطقي، هاي الفيرتيكال ريدنج الفيرتيكال أنجل. تمام، هذا عشان يحسب. هسا مشان يحسب في عندي أنا مثلا هاي الزد ارتفاع النقطة، وهاي مثلا ارتفاع مين؟ ارتفاع العصاي، وهذا مثلا هاي ارتفاع التوتال ستيشن. فانا لما بدي احسب مثلا بس هاي، بالتالي هاي المسافه الصغيره ايش بتكون؟ ارتفاع العصاي ناقص ارتفاع الميزان، ارتفاع العصاي ناقص ارتفاع الميزان يعطيني ايش؟ ان الاشي اللي بدي اقيسه. فبالتالي لما بدي احسب الشغلات، الهورزنتال ديستانس هي اس كوساين في مباشره، طلب مني احسب هورزنتال ديستانس بين ستيشن اند اوبزرف بوينت، تلو اس كوساين في، اعطيني اس على عيني وراسي، اعطيني الفيرتيكال انجل على عيني وراسي، مش معطيني اياهم. عندي عده معادلات، بس الاي هي الايست، يعني تساوي الاي نوت. حسب مثالنا هون كانت الاي نوت زيرو لانها نقطه الاصل بالضبط، لكن لو بالامتحان كان معطيني احداثيات لها حط الاي نوت الرقم اللي معطيني اياه. الدي اللي هي اس كوساين في، اذا مش معطيني اس كوساين في بعطيني الدي لحالها، بحط الدي. ساين الفا عرفنا ليش ساين، لانه زاويه الهورزنتال هي مع النورث، بالتالي النورث باخذ كوساين الفا، الايست باخذ ساين الفا، بالتالي هاي النورث زد. بس لاحظ الزد عندي اتش نوت اتش تي، اتش نوت اللي هو ارتفاع الميزان،
اتش تي ارتفاع العصاي او العكس. طبعا ساين في عرفنا ليش ساين الفي. بالتالي لما اجي بدي احسب الزد بدي اهيه الاتش نوت هو ارتفاع الميزان واتش تي ارتفاع العصاي الزد نوت هو الاحتياطي الاساسي الساين في اللي هو المسافه اللي قسناها. بنعرف انه الالفا هي هوريزونتال انجل والفي فيرتيكال انجل. شايفين هذول الثلاث قوانين ما راح استعمل غيرهم بالامتحان. هسه مجهول ممكن يكون عندي هسه هذا معطى هذا معطى هذا معطى وهذا معطى وهذا معطى على فرض لو انهم مش معطيات بنجيبهم كيف بنجيبهم؟ انه معادلات مجاهيل. هسه ممكن تكون عندي المجاهيل واحد تمام فعندي هسه اللي باللون الزهري ممكن يكون مجاهيل ممكن الاس ممكن تكون معطاة بس ممكن تكون اغلب المجاهيل ممكن تكون الفا او في. انا هذول ثلاث مجاهيل تمام ما راح يكون عندي اكثر من ثلاث مجاهيل وعندي ثلاث معادلات حلهم الثلاث بالحذف والتعويض من خلالها بقدر اطلع كوساين الفي او اطلع او اني اطلع الفي او اطلع الالفا. بالامتحان لو تفاجأت انه عندك ثلاث مجاهيل لا تنصدم لانه انت معك ثلاث معادلات واحدة بالايست واحدة بالنورث وواحدة بالزد تقدر تطلع من خلالهم بتطلع منهم اي ثلاث مجاهيل. ان شاء الله بفيديو حل السنوات راح يكون عندي سؤال بثلاث مجاهيل وراح تشوفوا انه انا شو ما كنت مش عارف بالمادة او مش متقن الاشي مزبوط انه بس احط ثلاث معادلات قدامي وعبي المعطيات بلاحظ انه عندي ثلاث مجاهيل بحلهم بالرياضيات. تمام امثلة calculate the distance between EDM يعني هذا EDM تطبق قانون الموجات البريزم البريزم اللي هو العصاي الريفلكتور اذا المسافة معطينيها 19 سنتي او لا الويف 19 سنتي وعدد الويفات 461 لينث اللاست ويف 12 سنتي يعني الرسمة هذيك اللي احنا شفناها اول تشابتر طول الموجة الواحدة 19 عندي منهم 461 واحدة الاخيرة اللي جاي كانت نص واحدة زي هيك 12 سنتي. انا ما بدي احسب الاس بحسبها بالمتر فاس بدها تساوي 19 اللي هي 461 عدد الموجات اضربها ب 19 سنتي طبعا بحولها لمتر يعني بقسمها 100 زائد 0.12 زائد اخر موجة بيطلع معي 87.71 متر. هاي هي اس هاي هي الاس. بقول لك ان اكزامبل 1 احسب الايرور. الايرور شو بتعمل؟ تقسم على 1000 تحكي 3.4 زي 3 ملم زائد 5 في هذا لما تقسمه على 1000 ايش بيعطيني؟ بيعطيني الايرور 3.4 ملم. طيب راح تحكي لي ليش هون كيلومتر هون مليمتر كيف جمعتهم؟ بكل بساطة بحكي لك الخمسة هاي conservation factor انه اشي بيحول لي اشي من اشي. ممكن يكون في علة معينة او الجهاز عادي انك تجمعهم انه الايرور بالمليمتر ثلاث ثابتة زاد عليها خمسة اس ولكن الاس بتعوضها بالكيلو متر يعني انت لما طلعتها بالمتر اقسمها على. تمام. السؤال الثالث calculate the cartesian coordinate of the point observed at the station. The station coordinate 1100 يعني خلنا شوي بس أشوف شو الاحتياطيات x y z ليش x y z أنا شو الاحتياطيات اللي عندي e n z ال e بحطه أول إشي ال n ثاني إشي z هي ثالث إشي فبالتالي مكان عندي هون 1000 يعني هاي الستيشن بوينت يعني بدل صفر 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 نفس اللي كان بالرسم لا هاي اي نوت هاي نوت اكس واي زد هاي زد زد نوت كل شيء هذا دائما الستيشن بوينت او وين ما كان الستيشن هو النوت الابتدائيه فهي عباره عن ايش 1000 1100 هي هو. قال لك the distance between total station and observed point 102.542 اللي هي الاس والهوريزونتال انجل كذا vertical انجل كذا لنومك ذات instrument height 1.65 والطول العصاي 1.5 يعني اطرحهم من بعض هي ال ht ناقص h نوت او العكس ما مش راح يكون سالب. ففي شغله اول ترك من الاسئله
ممكن ما يجيب لك هاي القيمة، ممكن ما يجيب لك هاي القيمة. انت شو تعمل؟ انت تجيبهم من شابتر 5، تكون عامل تقين شابتر 5. تمام، لا تنسى هذا الشيء. تمام، طبق القوانين الثلاث اللي عندي. ايش بدي انا؟ بده الكوردينات، بده الكوردينات، يعني بده اي نورث زد. بس انا اي شو بدها تساوي؟ تساوي اي نوت زائد ايش؟ اس كوساين في، هاي ثابتة، اف كوساين في ثابتة، ايش الاي باخذ ساين الفا. هذا الاشي اللي عرفناه من الكوردينات، ساين الفا. فبالتالي هاي القانون، فالالف هي الاي نوت، طب السؤال كوردينات ستيشن، 102 اللي هي الاس كوساين الزاوية بتعوضها زي ما هي، كوساين الزاوية بتعوضها زي ما هي، بتطلع مع الاي كذا. بالان بنفس الطريقة بتغير القانون، كوساين كوساين، زد بنفس الطريقة، بس هون اتش نوت ناقص اتش تي، عوضهم بطلع مع 118.39. طب السؤال الرابع، the following table represent the horizontal coordinate of point along the center line of a road. عندي بنص الشارع انت حاطه تل ستيشن، اعطيك عدة قصة اربع نقاط، واحدة لها اي واحدة لها نورث. يقول لك if the station point coordinate 800 ب 700، calculate the horizontal distance azimuth angle. تمام، مش معطيني الزد، خلص راحت الزد. هسه شو بعمل انا؟ طالب مني الهوريزونتال ديستانس، طالب الدي. الدي شو هي؟ تساوي اس كوساين فيرتيكال، اس كوساين فيرتيكال. تمام، وانا اصلا كوساين فيرتيكال مش معي، كوساين فيرتيكال مش معي. تمام، فانا هسه القوانين عندي انا، اي بتساوي اي نوت زائد دي ساين الفا، صح؟ راح تقول لي صح، لانه الدي هي اس كوساين في، بس اصلا هو ما جاب لي سيره اس، انا بحل بدلاله الدي. طب ما بدك تحل بدلاله الدي عادي، جهتين انت اصلا لما تحكي هاي النورث تساوي النوت زائد اس كوساين في ساين الفا. ما بدك تقسم المعادلتين على بعض، اس كوساين في راح تروح مع اس كوساين في اصلا، فبالتالي انا بخليها بدلاله الدي زائد دي كوساين. عندي انا هون معادلتين مجهولين، دي معادلتين مجهولين، اي نوت معي هي 800، ان نوت معي 700. طيب الدي معي؟ لا، هو بده الدي، ساين الفا وكوساين الفا هو بده اياها، بده الهوريزونتال انجل، بده الالفا. يعني كيف انا بدي اجيبهم؟ ببساطه الاي والان معي هاي عوض هون اول نقطه بوينت 1، هو بده الازيمث انجل والديستانس لكل نقطه، كل نقطه. شو بتعمل انت؟ رياضيات ستاتيك، اي شيء، الاي ده تساوي 800 زائد دي ساين الفا، المعادله الاولى. المعادله الثانيه برضه الف من الحظ، بدها تساوي 700 زائد دي كوساين الفا. هذا القوانين. شو بتعمل هسه؟ شو مجهولين عندي؟ معادلتين مجهولين. طيب كل بساطه يلا نقول هاي لهون بتصير 200، نقول هاي لهون بتصير 300، 200 على 300 تساوي تان ألفا. ألفا شو بدها تساوي؟ تان إنفرس 200 على 300 بس. فهي بتعملها لأول نقطة، بترجع تكررها النقطة الثانية، بترجع تكررها النقطة الثالثة، بترجع تكررها النقطة الرابعة. تمام، فشو الدي بتساوي؟ بقول لك هي الجذر التربيعي ل اي ناقص اي نوت زائد ان الكل تربيع زائد ان ناقص ان نوت الكل تربيع. عادي هسه بقول لك ما نجي هون، هي الاي نوت تساوي 800 والان نوت تساوي 700، اي بتساوي اي نوت زائد دي ساين الفا، والان بتساوي ان نوت زائد دي كوساين الفا. خلي هاي على جنب، خلي هاي على جنب، نقل هاي، فطلع خانه اسمها اي ناقص ان نوت، هاي ثابته انه من كل قيمه تطرح 800 و 700. بعدين من المعادلات دي بتساوي الجذر التربيعي، هاي تربيع زائد هاي تربيع، هون شيء منطقي مثل الاستاتيك. ما انا طلعت ما كانت هاي هي فعليا مثلا اف اكس هاي اف واي، فاف واي تربيع زائد اف اكس تربيع بتساوي دي تساوي دي. بالتالي النقطة الأولى ألف ناقص اي نوت 200 مثل ما حكيت، ان ناقص ان نوت 300، فالدي هي تربيع، الفا هي تان انفرس هاي على هاي. هذا الشيء اللي انا
اشتقيت لكم اياه، حطيت مادتين على بعض وقسمتهم. انت يا بتطبق القوانين مباشره تشتق زي ما هلعت. وانا بفضل انك تكون فاهم فهم احسن ما تحفظ القوانين. يعني تروح تكتب القانون وبتشوف شو المجال عندك وشو بدك تعمل فيهم. فهون عندي بروبليم كالكوليت ذا ديستانس بتوين اي دي ام اند كذا بريزم، نفس الطريقه بحسب الايرور، نفس السؤال، السؤال نفس الاشي، السؤال نفس الاشي، نفس الطرق. بعمل جدول هذا معطيني الفا وهاي، نلاحظ سالب 5 درجات عدد تعوض سالب 5. تحمل الإشارة الفيرتيكال أنجل إلها إشارات سالبة بس. طيب في عندي سؤال بس درسوا لكم فكرته. في سؤال مرة كان زي هيك، كان أعطيني مثلا 5.1 ستيشن بوينت، 5.2 5.3 5.4 5.5. فكان معطيني زي هيك، كان محكي لي مثلا المسافة 50، المسافة هاي ربع دائرة تمام، كان معطيني نصف القطر 50، كان معطيني هاي المسافة 100 تمام. كان طالب مني احسب الشغلات نفس هذا الجدول. فهون كان معطيني هاي النقطة 1000 و1000 تمام تمام. طب النقطة 2 شو بدها تكون؟ هسه هذا نورث وهذا ايست، احكي لي تمام. النقطة 2 شو بدها تكون احداثياتها؟ هسه هي ارتفعت عن نورث بس الايست ظلت زي ما هي، فالايست راح تظل 1000، نورث راح تكون 1050. هاي احداثيات النقطة 2. احداثيات النقطة 3، النقطة 3 جاية بنصف نصف ربع الدائرة، فبالتالي هذا مثلث، هاي الزاوية 45 لأنه ربع دائرة. إذا هاي كاملة 50، هاي كاملة 50، بالتالي هاي النقطة بتكون 50 ناقص 50 كوساين 45. ليش؟ هذا المثلث كامل، هذا كامل 50، هي جاية عن النص هون تقريبا، تحكي هي عبارة عن المسافة كاملة هذا مثلث، فأنا بدي هاي المسافة، هاي المسافة عبارة عن إيش؟ 5، تكون هاي كاملة، إذا هاي كاملة 50، شيل منها 50 كوساين 45، أعطيك المسافة الصغيرة، فبصير هسا قديش ارتفعت على الواي؟ ارتفعت على الواي 50 سين 45 بس. ارتفاع النقطة برضو كم؟ 50 سين 45. فبالتالي النقطة 3 تكون الإكس بس بتزيد 1050، تزيد هاي المسافة لو تكون 20 مثلا، بتصير على الإيست 1070، 1020 قصدي، زدت من زدت 20 على الإيست. النورث بدك تزيد 1050 زائد 50 ساين 45 لتكن أبصر كم. نقطة 4، نقطة 4 على الواي كديش زادت هاي المسافة؟ معطيني إياها 50، أكيد راح تكون 50 بدون ما يعطيني إياها طول الوتر. فبالتالي على النقطة 2 بتزيد 50، هاي النقطة 2 بتزيد 50، فبتكون 1050 على الإيست، الإيست راح تكون الإيست بتزيد 50، وعن الويست نقطة 2 بتزيد برضه 50 فبتصير 1100. نقطة 5 هي زادت عن هاي مسافة 100 متر، فبالتالي بتكون نقطة 4 بتزيد 100 1150، وعن النقطة على الواي نفس ارتفاع النقطة بتضل 1100. هيك طلعت احداثيات النقاط كلياتهم. بطلع الاحداثيات، نقطة 1 هي الستيشن بوينت، النقطة 2 بتزيد عليها مسافة نورث. ليش النورث مش الايست؟ لانه ظلت هي ارتفعت ما مشت يمين ويسار، بتزيد عن نورث، هاي نورث وهاي ايست. نقطة 3 من نص الدائرة في ساين وفي كوساين بتحطهم. نقطة 4 زادت عدد النقطة 2 50 على الاكس و50 على الواي. نقطة 5 زادت 100 على الاكس وظلت على الواي زي ما هي. بس طلعتهم شو بعمل هسه؟ بطلع اي ناقص اي نوت
وبطلع عن ناقص النوت وبطلع الديستنس وبطلع الالفا. هيك التشابتر بكون انتهى، ويعطيكم الف عافيه.